تسببت صفقة الجابوني أرون بوبينزا في إثارة الجدل داخل نادي الزمالك، وده بعد أزمة تأخر وصوله للقاهرة ووصول بطاقته الدولية اللي حصل عليها النادي. وهنحكي في الفيديو التالي القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع نادي الزمالك من البداية لحد الوصول لآخر تطورات الأزمة. كشف مصدر بنادي الزمالك يوم 3 سبتمبر الجاري عن توصل الأبيض لاتفاق لضم الجابوني أرون بوبينزا، وأرسل مسؤول الزمالك تذاكر الطيران للاعب على أمل أنه يصل للقاهرة علشان يخضع للكشف الطبي والتوقيع رسميا على العقود وإعلان الصفقة. بعد كده تلقى بوبينزا عرض من نادي بيرسيبوليس الإيراني علشان يضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وده اللي هدد انضمامه لفريق الزمالك في الموسم الجديد. بعد كده أخطر اتحاد الكرة الزمالك بوصول البطاقة الدولية للجابوني بوبينزا، وتقرر وصول اللاعب للقاهرة يوم الحد اللي فات عشان يخضع للكشف الطبي ويتم التعاقد قبل ما يفاجئ الجميع بوبينزا ويأجل موعد وصوله للقاهرة. وفي مفاجأة غير متوقعة أكدت تقارير أوروبية أن نادي رابيد بوخارست الروماني بينافس الزمالك على ضم اللاعب الجابوني، لكن في نفس الوقت أعلنت حسابات نادي الزمالك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول البطاقة الدولية لأرون بوبينزا لاعب الفريق الجديد. كل دي كانت كواليس قبل ما تظهر بعض الحقائق الأخرى واللي جت كالتالي. بداية القصة لما تلقى بوبينزا عرض من نادي هاتاي سبور التركي للعودة مرة أخرى لفريقه السابق، ولكن المقابل المادي كان ضعيف جدا عشان يتدخل محمد حبش وكيل اللاعبين ويعرض عليه اللعب لصفوف الزمالك، وبالفعل تمت المفاوضات وكانت ناجحة جدا. بعد موافقة بوبينزا أرسل الزمالك إيميل للاعب علشان يوقع إلكترونيا، لكن اللاعب اشترط عدم الإعلان عن الصفقة لحد ما تتم ويوصل القاهرة تمهيدا للانضمام للأبيض. عقب التوقيع الإلكتروني تم اكتشاف ان اللاعب بيملك وكيل لاعبين عن طريق شركة فرنسية وهي اللي بتدير الأعمال الخاصة به، وهنا كانت الخدعة انه بوبينزا اخفى عن الزمالك وجود شركة فرنسية وهو اللي تسبب في أزمة خلال اليومين اللي فاتوا. اتفاق اللاعب مع الزمالك قفل في وشه أي مفاوضات من أي نادي كان بيتمنى انه يضمه، خاصة ان بطاقته الدولية في القلعة البيضاء. ولما تأكد وكيل اللاعب الحقيقي ان امر انضمامه للزمالك بقى حتمي، بدأت مرحلة مفاوضات جديدة مع الأبيض، ولكن بنفس شروط النادي عشان تشهد الساعات الأخيرة تقدم كبير في ملف المفاوضات. واتفق نادي الزمالك على أنه هيغادر 2 من أعضاء مجلس إدارته علشان يلتقوا مع اللاعب ومع الشركة ويتم الصفقة، إلا أنه في تصاعد غريب للأحداث بسبب وكيل اللاعب اللي تسبب في تأجيل انضمامه لصفوف الفريق الأبيض، بيقرر نادي الزمالك أنه هيجهز ملف شامل في الفترة الحالية بيتضمن كافة المستندات الخاصة بملف الجابوني أرون بوبينزا تمهيدا لشكوى اللاعب في حالة عدم وصوله والانضمام للفريق الأبيض، عشان يفرض السؤال نفسه وهو هل هيتوصل نادي الزمالك لحل ويعلن عن صفقته الجديدة أرون بوبينزا؟